السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم خير البلاد. في هذه الحلقه غادي ناخذكم في رحله بين منطقه الشتوكا اتبها وهوارة. موضوع حلقتنا هو المطيشه. هنا غادي نتعرفوا على مجالات اجتهاد الفلاح باش يطور المنتوج ديالو سواء من حيث المردود او الجوده. الطماطم هي من الزراعات اللي راكموا فيها الفلاحه ديال الشتوكا وهوارة، والجهه بشكل عام خبره واسعه بوئاتهم الرياضه وطنيا. هي كتحتاج لجو دافئ معتدل، التربه مناسبه والشتله قويه. البيوت البلاستيكيه هي الملاذ لانتاجيه كبيره والتحكم في جوده المردود. مرحله ديال الغرس كتبدا في شهر ماي حتى لنهايه شهر سبتمبر، ومده الجني يمكن حدوها من بعد شهرين ونصف من عملية الغرس، وكتكون على مراحل، والوقت ديال الجني يتحكم فيه الجو والعمل ديال الفلاح. كما سيرتي على ديك ماطيشة كتوصل واحد المرحلة ديال الطوناج، كل واحد على حسب الطوناج ديالو، كاين من 250 طن حتى 300 طن، كاين اللي كيفوت بعض اللقطات كيفوتوا ديك 300، ولكن محسوبين صراحه محسوبين، حيت عاوتاني عالم الناس خدامين بطريقه اخرى، ماشي بحال داك ديال الفلاح المتوسط ولا ديال الفلاح الصغير اللي كيكونوا عنده امكانيات اقل وكيدير غير داك المجهود ديالو وداك الشيء اللي اكتسب من يمكن من الاباء ديالو، يمكن من الاجداد ديالو، يمكن من الناس كيجلس معاهم كياخذ منهم دوك الفكرات اللي كيعطيو، هذاك هو اللي كيخليه يوصل داك الانتاج. وصراحة ومتابعة، إلا ما كايناش المتابعة أنك كتجي كتقابل خدمتك وكتتابع ديك الخدمة وكتشوف أش كيدار، راه ما يمكنش أنك توصل لديك ديك الشجرة كي بغيتيها وداك الطوناج كي بغيتيه. الأصناف اللي حاضرة يمكن تزاد أو تغير كل عام، كاين كالفي، زايدة، بريستيلا، إدموندو، باميلا وغيرها، والفلاح ما كيخدمش على صنف واحد، فهي عملية كيتداخل فيها السوق ومعطى، والابتعاد عن الأصناف اللي يمكن تكون معرضة أكثر للأمراض. هنا التدخل التقني في الزراعة أساسي، التنسيق والمتابعة والتدخل الاستباقي في محاربة الأمراض، باستعمال أدوية وقائية، وهكذا ممكن تخفف من كلفة الإنتاج عند الفلاح. الفلاح والتقنية وشركة الأدوية هو ثلاثي خاصو يخدم على الغلة المزيانة والاقتصاد في استعمال الأدوية والأسمدة. إبراهيم فلاح في النبيقة هنا في هوارة واعي بهذا الأمر. عشرة متر كيب ديال الماء في الهكتار فعلا، هذا على حسب الطقس، إذا كان سخون كنزيدوها شوية، كان الطقس بارد كنقتلها شوية ديال الماء. الأدوية كدينا قلت لك الدواء غالي ديالها بزاف، كدوي الدواء ثلاث أيام أربع أيام تير سيمانة كنداويها، والدواء ديالها غالي كيمشي تير 2000 لتر واحد، يعني 40000 لتر، وهذا الهكتارات كنهضر لك أنا دابا، يعني الهكتار. يو بالنسبة ليد العاملة حتى هي عندنا فيها مشكل، يد العاملة قليلة بزاف، اللي عطيتيها شي 10 دابا كيخدمها، هو اللي كيخدمها كيتباعها من الأول تير التالي، رغم ذلك ما غيكون فيه لا قليل على الدواء، أنت كتكلف بالجني وكتكلف بالدواء. ظل الظروف اللي كيكون فيها الطقس بارد جدا، الفلاح كيضطر باش يستعمل الادويه بكثره. هناك من يستعمل ادويه وقائيه وهناك من يستعمل ادويه علاجيه، يعني كتقنيين وكشركه كنحاولوا ما امكن باش نفرضوا على الفلاح باش يستعمل ادويه وقائيه باش يتجنب كثرة الأدوية، بحيث أنه إلا استعمل الأدوية وقائية كتكون عنده يعني حتى بالنسبة للأثمنة ديال الأدوية اللي كيشتري، يعني أدوية وقائية كتكون أقل، بالعكس إلا استعمل أدوية علاجية فالتكلفة كتكون طالعة. البوزوان ديال الفلاح تيتغيروا على حسب لي كومباني وعلى حسب لي كلتور اللي تيدير، كاينين مثلا كيلكو كليون اللي تيدير لا ميم كلتور، يعني ديما تيدير هو لوبيا لوبيا، وكاينين البعض اللي تينوعوا، مره تيدير لوبيا مره تيدير مطيشه، على حسب هو داك الشيء اللي بغى. وحنايا بيان سور تيكون عندنا واحد ليستوريك في لا سوسيتي في السيستيم وفي هذا لي دوسي اللي كاينين عندنا في لا سوسيتي تيكون فيه كاع ليستوريك ديال لي كوموند اللي دالو كليون. الفائده بالنسبه للفلاح تنشوفوا مثلا الا على حسب
سوغ لا باز ديال داكشي اللي دا قبل، ممكن انه يقدر انه غيدي واحد البرودوي اللي مزيان كثر الارض ديالو، يقدر انه عنده بزاف ديال الفوائد. وحتى حنايا بالنسبه لينا تيسهل علينا المأمورية ديال الاداره والتنظيم. جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسا من التنظيمات الفتية واللي خدات على عاتقها الخدمة على التأطير والتكوين في القطاع الفلاحي، خاصة في صفوف الفلاحة الصغار والمتوسطين، في محاولة منهم في البحث على البدائل والحلول أجل تطوير الفلاحة بالمنطقة. هي كتخدم على مشاريع مشتركة ووصلت لـ50 مشروع بالفلاحين، والطريق مازال طويلة لخلق جسور التواصل بين الفلاحين لطرح المشاكل والبحث عن بدائل. المنطقة ديال الشتوكة يعني مجال واعد في المجال الفلاحي، نقدر نتكلموا على عصب الفلاحة بالنسبة للشتوكة هو المطيشة. شنو هما الحوايج اللي ساعدت أن يكون هذا الإنتاج هذا، يعني تكون المطيشة حاضرة بشكل كبير وكمجال اشتغال الفلاحة هنا في المنطقة؟ المنطقة ديال الشتوكة تبها بالخصوص يعني كتتميز بالإنتاج ديال الطماطم بشكل كبير وبجودة عالية، والعوامل اللي خلاتها يعني توصل لهذا النتيجة هو أولا يعني المواكبة ديال الفلاحة بالمنطقة، يعني العصرنة القطاع وكذلك لمواكبة السوق الدولية والداخلية اللي ولات كتطلب أنه يكون مجهود وجودة عالية إلى غادي تواكب يعني المجال الفلاحي بالمنطقة. الجودة العالية يعني مشهود بها يعني مجموعة من الفلاحة على المستوى الوطني كيعرفوا القيمة ديال المطيشة ديال المنطقة، وكاين حتى وفرة ديال الإنتاج. شنو العوامل المساعدة اللي كتساهم أن يكون هذه الوفرة ديال الإنتاج في نفس الوقت تكون الجودة عالية؟ نعم، بطبيعة الحال العوامل هو أنه كيف قلت أنه يعني الاشتغال جيد، الفلاحة في المنطقة راه معروفين بالاشتغال الجيد وإلى كيف قلنا بتواكب السوق، وبالتالي حتى التقنين ديال العمل يعني المواكبة ديال الغلة يوميا كيخلي أنه يوصلوا لهذا الإنتاج اللي تبارك الله راه إنتاج اللي هو في المستوى، وبالتالي إلى ما واكبوش يعني العمل الجيد راه ما يمكنش يوصلوا لهذا الإنتاج، وهذه ضيعة من الضيعات النموذجية في الإنتاج الجيد اللي كيخلي المنطقة يعني رائدة في الصعيد. شنو غادي يجرنا للمردود؟ مثلا هكتار واحد شحال ممكن يعطي يعني من طن في المطيشة تقريبا شحال؟ ولا شي كيتختلف من فلاح فلاح؟ طبيعة الحال كيختلف من فلاح فلاح، ماشي من فلاح فلاح، حسب الاشتغال ويعني الجودة في العمل، ويمكن يعني الاشتغال الجيد كيوصل الفلاح إلى أنه يوصل حتى 300 طن في الهكتار الواحد. كنعرفوا أن المردود ديال المطيشة على حساب اللي قالوا لي الفلاح هنا كيولع على مدار العام، ولكن بالنسبة لنا حنا كمستهلكين المطيشة مرة طالعة مرة هابطة، شنو الحوايج اللي كتخلي هاد مرة هاك وهاك؟ طبيعي جدا لانه المستهلك في الحقيقه ما هاد المعطيات اللي ما كيعرفها، ولكن نشرحوا عليه، هذه فرصه، هذه فرصه فعلا نشرحوا عليه، لانه هاد المساله هذه كترجع بالدرجه الاولى لمساله العرض والطلب، ويعني فعلا الانتاج ديال الطماطم ولا على مدار السنه بفضل هاد البيوت المغطاه، لانه سابقا كان الانتاج كيكون موسمي، ولكن بفضل هاد البيوت المغطاه اصبح الانتاج سنوي على مدار السنه، ولكن الموسم الفلاحي بصفه عامه كيعرف يعني تدبدب في الشيء، ما عنده علاقه بالوسطاء ولا شنو؟ عنده علاقه اولا بالطقس، عنده علاقه لانه في الوقت اللي كتكون البروده، وعنده علاقه بالوسطاء، عنده علاقه يعني بالفيروسات والامراض اللي من بعض المرات كتكون شي موسم كتصيب يعني الانتاج، وبالتالي كيكون الانتاج ضعيف، مما كينعكس على ارتفاع الاثمنه وقله الانتاج، وكينعكس على الثمن. غير دابا حتى مجال الشغل الفلاحه تطور شويه في استعمال الادويه وداك الشيء، ولا واحد النوع من الوعي، يعني ما بقاش شحال هذه مثلا كديك الدواء البيضاء كتضرب كل شيء مثلا، الفلاح ربما ولا كاين واحد التنسيق يعني ولا كيعرف الوقت اللي يستعمل الادويه وداك الشيء شي كاين ولا لا؟ طبيعي جدا، هو باش نقولوا الطماطم ديال الشتوكا ومنطقه السوس والمغرب بصفه عامه توصل لهذه الدرجه وهذه الرتبه راه ما يمكنش تجي اعتباطيا، راه المواكبه ديال الانتاج ومواكبه الغله منذ
من اول بذره حتى تولي تنتج راه كيطلب واحد المجهود كبير وكيطلب تكاليف كبيره وكثيره جدا، وبالتالي الفلاح تفرض عليه انه يواكب تقنيا. كنعرفوا ان المنطقه كاين المشكل اللي مطروح ديال ندره المياه، بالنسبه لكم انتم كاطار يعني فلاحه مهنيين، شنو الحوايج اللي كتخدموا عليها في المستقبل او كتخدموا عليها حاليا باش شويه يكون استهلاك عقلاني في نفس الوقت ترشيد المياه والغلات تكون مزيانه؟ احنا جمعيه الفلاحين المتحدين بجهه السماسه تاسست تقريبا هذه حوالي سنتين ونصف، يعني من الركائز اللي جات عليها هو اولا تاطير الفلاحه باش يواكبوا كيف ما قلنا العصرنه ديال القطاع، وكذلك هو يعني الترافع على الفلاحه بخصوص المشاكل والاكراهات اللي هي كثيره. يعني بالنسبه للمياه، المياه راه هذا اكراه كبير واشكال كبير، لان كتعرف المنطقه كتعرف حقيقه واحد كندقوا ناقص الخطر، لانه سنوات هذه والفرشه المائيه كتقلص. نطلب الله الله يرحمنا، في حقيقه الامطار اصبحت قليله شويه، هذا معطى ديال الله، حنا نترجوا الخير، ولكن الاشكال ديال ندره المياه كيفرض علينا انه تزادوا علينا التكاليف، وبالتالي حنا كنطلبوا تكون بدائل، من ضمنها خلق سدود اللي هي اللي ممكن تجمع المياه وتساهم سدود التليه والسدود الكبرى، لانه حتى الاشكاره كنعيشوا فيه واحد المقاربه صعيبه جدا، كنعيشوا الفيضانات في واحد الفتره والمياه كثيره كتضيع كتمشي للبحر، وفي نفس الوقت كنعيشوا مرحله ثانيه في الصيف ندره ديال المياه، وبالتالي المياه كتضيع كتمشي كفيضانات كتضرب المنطقه. هذا بديل ثاني ماشي بالضبط اشتكيت بهذه القضيه الفيضانات، منطقه مثلا هوارا ومنطقه الكفيفات ولا الدحو كتعيش هذا الاشكال هذا، وبالتالي لا بد من خلق نفكروا في البديل هو السدود، والمساله كذلك ديال المشروع الكبير ديال تحليه مياه البحر. مثلا اكراهات اخرى اللي مطروحه واللي كتخدموا عليها انتم وربما لقيتوا لها حلول، الاكراهات تكونوا شويه ايجابيين؟ لا، هو احنا الحمد لله الاكراهات اللي كاينه قلنا بانه كاين الغلاء ديال تكاليف الانتاج بصفه عامه، من ضمنها الغلاء ديال الكهرباء، يعني المبيدات والادويه والاسمده اللي كتعرف تزايد في الاثمنه، وخاصه الطماطم، لان راه المبيدات اللي مستعمله هنا راه باهظه الثمن. مطيشه كتحتاج دواء بزاف. اكيد كتطلب ادويه تقريبا شبه يوميه تقريبا باش تواكب، حتى الاثمنه ديال هذه المبيدات اللي كتستعمل في الطماطم وبعض الغلات اللي هي حساسه جدا، الاثمنه غاليه جدا، وبالتالي شنو خصو يدار مثلا؟ شنو كبديل كطرحوا مثلا؟ التكاليف اللي مرتفعه شنو هو الاكراهات اللي كاينه؟ احنا بالنسبه للجمعيه بخصوص مثلا الغلاء ديال فواتير الكهرباء، احنا حاولنا ما امكن انه نعتمدوا على نوجهوا الفلاحه ديالنا باش يتوجهوا للطاقات البديله مثل الطاقه الشمسيه اللي هي متوفره عند تبارك الله في البلاد، راه موفره الشمس على طول السنه. وعلى العموم الطماطم ديال المنطقه مازال عندها حضور، الفلاح مازال كيخدم عليها ومازال ممكن يطور الانتاج ديالها. اكيد الفلاح الطماطم خاصه بمنطقه سوس الماسه عامه وشتوكا بالخصوص عندها افاق واعده، ولكن راه المجهود اللي كيدار راه مجهود ذاتي ديال الفلاح، راه فقط كتعتمد على مجهود كبير باش توصل هذا الانتاج، تبارك الله راه ماشي سهل انتاج اللي هو البريد. سميتها هذا الصنف هذا؟ هذا قلبي، هذا نوع من الانواع ديال الطماطم اللي تبارك الله كثيره، كاين انواع كثيره، وهذا نوع قلبي اللي كيتميز بجوده عاليه وبانتاج اللي هو تبارك الله. كاين اصناف كثيره بطبيعه الحال. كاين اصناف كثيره وكثيره بزاف. نعم، وفلاحه كيخدموا على كل شيء، انتاج مزيان. بهذه اللغه ديال التفاؤل والمجهودات اللي غادي ممكن تبدلوا انتم كاطار او كتنظيم مهني، كنقول لكم تبارك الله عليكم. وكل عام ومطيشه ديال الشتوكه بألف خير، والفلاح كذلك. تبارك الله عليك. شكرا. وصلنا لنقطة نهاية مواد حلقتنا، خير بلاد مازال معكم، تلقوا في منطقة أخرى موضوع آخر، في أمان الله.